كان عندي طبعا وانا صغيرة كنت متفوقة جدا في الدبك والغناء والتمثيل، وللعلم انا حاليا نفسي في الدبكة. اول ما صار الانقسام صار ب 2007، حسيت انه خلاص اللي بدي الهدف اللي بدي اياه بدا ينتهي. صار في تهديدات انه ما في بنات يغنوا، انه لازم تتركي هذا المجال، توجهوا للمساجد لقراءة القرآن. طب ماشي، احنا اوكي بنحفظ قرآن في البيوت، بس انا عندي موهبة بدي انميها. كانوا يبعثوا بلاغ في اذا ضليت على هيك تنحبسي، بنضلنا مراقبينك، مراقبين جوالك. يعني حتى الحلم ما يوصل للي بدهم اياه هم. لما يئسوا مني صاروا يحكوا لاخواني انه اذا ضلت اختكم بهذا الهدف اللي في راسها رح تنحبسوا انتوا واخواني. بعدين اخواني صاروا يجوني واحد ورا الثاني، خلاص بدناش مشاكل، فخلاص طلعت الهدف من راسي والحلم من راسي. كيف بتشوفي حل الأزمة اللي انتو عايشين فيها حاليا؟ والله حل الأزمة هم يزولوا زي الهم. هم يمكن تضحك علي، لو الإسرائيليين موجودين عندنا أحسن من حماس بكتير وبمليون مرة، بس إنه هم احتلال، بس ما كانوا يتدخلوا فينا في الشؤون الداخلية. حماس كل إشي بتتدخل. لازم غزة تتحرر برضو من اللي عنا، تتحرر مش من الاحتلال، احنا تحررنا من الاحتلال. بدي غزة تتحرر من الحكومة بتاعت حماس، هيك غزة بتتطور وبصير عنا سياح، انه يصير عنا مسارح حتى ارجع تاني. يمكن انا يكون سني كبر اعلم الجيل الجاي زي ما انا كنت اتعلمت دبكة وغناء وتمثيل. هذا الهدف ان شاء الله اللي نسعى له، إنه غزة تتحرر ولدبك أماكن ثقافية وأماكن للغنى، وأعلم أولادي إن شاء الله.